شويه ان الهدف بعد اول لمسه لعماد متعب بعد حوالي 20 25 ثانيه من نزوله النهارده خلي بالكم انا كنت في الراديو النهارده وكان قاعد جنبي كابتن حسام غويبه وكريم ذكري نجوم النادي المصري السابقين، قلت لهم عماد متعب هيجيب جول والله العظيم. فاول ما عماد متعب نزل مفيش 25 ثانيه كاتيك عماد متعب جاب جول، لقيت كابتن حسام غويبه بيقول لي يا ابن اللذينه، قلت لهم احساسي كده ان عماد متعب هيجيب جول. فكل سنه وانت طيب يا عماد ومبروك الهدف النهارده. وبعد الفاصل كده نستقبل الاستاذ الحابه برجيله عضو مجلس اداره نادي الزمالك. الدنيا هتعلم طول ما الدنيا هتطول، انا من الدنيا هتعلم اتقدم هتعلم اتقدم 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 واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم. النور مش هيعطلنا صور كل ما الدنيا هتطول، انا من الدنيا هتعلم كل ما الدنيا هتطول، انا من الدنيا هتعلم اتقدم هتعلم.